شاركت جامعة محمد الخامس السويسي في المعرض الدولي للكتاب المقام بالدار البيضاء من 11 إلى 20 فبراير 2011، وقد تميز الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي للكتاب والنشر بحضور كل من السيد الوزير الأول عباس فاسي والسيد وزير الثقافة سليم بن حميش. وفي سؤال طرحناه على السيد سليم بن حميش وزير الثقافة عن دور الجامعة للمعرض الدولي للكتاب والنشر، جاء رده كالتالي: الجامعة هي كل شيء، الجامعة فيها يتعلم الأطفال يعني منذ الشيك الأول والثاني وثم ينتهون إلى الجامعة. الجامعة طبعا تستقبل هؤلاء الطلبة أفواجا أفواجا، ولا بد طبعا أن تغرس فيهم حب طلب العلم هنا وأعز ما يطلب، وفي مختلف القضايا وفي مختلف الفنون ومختلف الفروع، لكن هو الأساسي عند الطالب وهو أن يكون طالب علم، وإلا يعني هذا هو التعريف، العلم من أجل طبعا أن يجد عملا وعملا يرقه عملا في مستوى ما وصل إليه من الكفاءة. وبالتالي أنا أعتبر بأن الجامعة تعرف بعض يلزم أن نحجب بعض القضايا بعض المشاكل، لكن أعتقد أن بفضل الإصلاح وعملية الإصلاح وبفضل الإرادة الحسنة لكل المتدخلين والفرقاء يمكن أولا التقليل من وطأة هذه القضايا وهذه المشاكل، وثم جعل الناس في منطق اللي هو منطق البناء ومنطق التحصيل من أجل الخلق والإنتاج.